طبعا النظام احنا نظام ديمقراطي ومطبقين طبعا بهذه الطريقه 100%. النظام الديمقراطي ما بي عقوبه مباشره على النائب، عقوبه ماديه مثلا السجين، الحبس، الغرامه، لا، العقوبات موضوعه من الشعب ومن عوامل الضغط بالبلد على البرلمان، عوامل معنويه. يعني ما يسأل مجلس النواب عما يفعل، لكن هناك يجب ان يكون هناك ضغط اعلامي، ضغط الاحزاب غير مشتركه بالبرلمان ان تكون هناك ضغط، وان يكون الدور الاول وفق النظام الديمقراطي كما معمول به في اوروبا وامريكا المطوره ديمقراطيا، يجب ان تكون العقوبه الاولى هي عقوبه الناخب. يعني الناخب ما ينتخب الكتلة أو القائمة أو المرشح الذي قصر أو لا يتمتع بكفاءة ولا يتبع حرص أو نزاهة.